نحن بأحد أخطر المحاور الطرقية بالمغرب، ممر تيزنتيشكا على الطريق الوطنية بين مراكش وورزازات، محور يعرف مرور حوالي 2500 عربة يوميا، تشكل الشاحنات الثقيلة حوالي 50% منها. في الزاجوية فيها فيلاجات صغيرة ضيقة، وهي ما الثلج كتكون كتقطع ثلاث أيام يومين، والطلعة خاصها تكون تقريبا على الأقل اللي كيطلعوا يكونوا جوج طرقان على الاقل. غادي انت تفلاني في الواد خصك كل مره تبدل تقريبا بلاصه تبدلهم على عام تبدلهم على ست شهور. خصنا ايجاد مسلك امين يضمن التقليل من المخاطر ويوفر سفر مريح للمستعمل للطريق اللي كتربط ما بين الشمال والجنوب ديال المغرب. ولهذا السبب قام المجلس ديال الجهه ديال سوسمه الصدرعه بدراسه الجدوى مشروع نفق بديل لممر تيزنتيشكا. بجامعة التيديلي يحكي السكان كون هذا الغار بداية شق نفق في فترة الاستعمار الفرنسي، منذ إذ لم يستمر المشروع رغم صعوبات الطريق الوطنية من منعرجات وانقطاعات بسبب الثلوج كما توضح صور السنوات الماضية هاته. ضمن المجلس الجهوي لجهة سوسمة الصدرعة هذا المشروع في الاستراتيجية ديالو الاقتصادية والاجتماعية اللي غتمتد ما بين 2010 و2015 واللي صادق عليها المجلس في دجنبير 2010. إنجازه ما كيطرحش مشاكل على مستوى التنفيذ، وهذا النفق غادي ينطلق من جماعة تيديلي بورزازات في اتجاه جماعة استفادمة بإقليم ديال الحوز. مديرية الإقليمية للتجهيز والنقب بورزازات هي ما متبعتش هذا المشروع. هي متبعته الوزارة ككل. والدراسة كما قلت لكم دراسة وصلت للتمهيدية وإن شاء الله غادي تستمر باش توصل حتى المشروع التنفيذي، وتما عاد يعطيك الغلاف المالي ويعطيك شحال تقريبا هذا النفق شحال غادي يتقام. في انتظار مشروع نفق تيشكا ثمة دراسات انطلقت من اجل مشروع تقوية الطريق الوطنية هاته ما بين ايتورير وورزازات بكلفة مليار درهم. دراسة فيها توسيع وتقوية وتعديل وخلق ممر ثالث بالنسبه لديك الطلعه نتاع تيشكا نتاع 13 كيلومتر، وذلك لخاطر تما اللي كتكدس الثلوج. وما هذا الممر الثالث خاص للشاحنات ذات الوزن الثقيل. 100 كيلومتر بين ورزازات ومراكش تقطع في اربع ساعات تزداد لدى سائقي الشاحنات. ممر تيزنتيشكا يظل المحور الوحيد والحبل السري الذي يربط جهه درعا واقاليمها النائيه بكافه ربوع المغرب والعالم.